مزيدا من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت رئيس قسم الأبحاث والدراسات في مؤسسة القدس الدولية هشام يعقوب. أهلا بكم سيدي. أهلا بكم. إلى أي مدى تظن أن سلطات الاحتلال الصهيوني ستزيد من توسعها الاستيطاني على الأراضي الفلسطينية؟ لا شك في أن قراءة المعطيات إجمالا على مستوى الموقف الإسرائيلي وعلى مستوى الموقف الدولي وتحديدا الموقف الأمريكي الداعم بقوة في هذه الآونة للاحتلال الإسرائيلي الذي يقدم الآن الضوء الأخضر للاحتلال الإسرائيلي في هذه المشاريع الاستيطانية، هذه المعطيات تشير إلى أن الاحتلال الإسرائيلي باتجاه المزيد من التغول على الأرض الفلسطينية و يعني مسارعة وتيرة الاستيطان والتهويد في القدس والضفة الغربية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ككل. الاحتلال الإسرائيلي في هذه الآونة في أفضل حالاته من حيث الدعم الأمريكي ومن حيث الضعف العربي والإسلامي، وأيضا على المستوى الرسمي الفلسطيني لا توجد هناك يعني مواجهة حقيقية، لا توجد هناك مواجهة حقيقية للاحتلال الإسرائيلي، هناك مواقف، هناك تصريحات، هناك شعارات ليس أكثر. إذا الاحتلال الإسرائيلي في الفترة القادمة نعم باتجاه مزيد من التوسع في الاستيطان والتهويد. في هذا السياق كيف يفسر توقيت عودة حكومة الاحتلال لحملة بناء المستوطنات؟ الحقيقة الاحتلال الإسرائيلي هو لم يتوقف من قبل في موضوع الاستيطان، لم يتوقف عن بناء الوحدات الاستيطانية في القدس والضفة الغربية ككل، لكن في هذه الفترة تزداد هذه الوتيرة عشية الانتخابات الإسرائيلية. نتذكر أنه الشهر القادم سيشهد الاحتلال الإسرائيلي انتخابات إسرائيلية، هذه الانتخابات يحتاج فيها المتنافسون الأحزاب الإسرائيلية أن تزايد على بعضها، خاصة في موضوع الاستيطان. جمهور المستوطنين اليوم هو جمهور حاسم في موضوع الانتخابات، أصوات المستوطنين اليوم هي أصوات حاسمة في موضوع الانتخابات، وعادة هؤلاء المستوطنون يقدمون أو يعطون أصواتهم للأحزاب اليمينية التي منها نتنياهو ومنها نفتالي بنت، وغالبية الأحزاب اليوم المتنافسة بالمناسبة هي أحزاب يمينية، سواء يمينية دينية أو يمينية قومية إسرائيلية. إذا اليوم هناك منافسة عشية الانتخابات الإسرائيلية. في ظل الترويج لما يسمى بصفقة القرن، كيف ترى موقف السلطة الفلسطينية من قرار عودة بناء المستوطنات وما مدى مصداقيته أو جديته إن صح القول؟ الحقيقة السلطة الفلسطينية ليست جادة في ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي ولا في مقارعة الاحتلال الإسرائيلي أو مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. السلطة الفلسطينية تحدثت مرارا عن ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي في المحكمة العدل الدولية وفي المحافل الدولية المختلفة في مجلس الأمن وغير ذلك، لكن سرعان ما تتراجع وتتردد. ثم إن حصر الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي في الجانب القانوني فقط، حيث ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة ومجلس الأمن وغير ذلك، هذا لا يعيد حقا للفلسطينيين. العامل الأساسي الحاسم بين يدي السلطة الفلسطينية هي الشعب الفلسطيني، السلطة الفلسطينية إلى الشعب الفلسطيني أن تستثمر قوة هذا الشعب الفلسطيني، أن تستثمر استعداد الشعب الفلسطيني لتقديم التضحيات وتخوض المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي. يجب أن تقرر للسلطة الفلسطينية استراتيجيتها الجديدة، هل استراتيجيتها المفاوضات فقط أم استراتيجيتها المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي. هناك تيه حقيقي في الموقف السياسي للسلطة الفلسطينية. يرى البعض أن قرار العودة لبناء المستوطنات هو قرار شعبوي يريد به نتنياهو التغطية على فشله في تشكيل الحكومة وإرضاء الأحزاب الدينية تحديدا، ما مدى صحة ذلك؟ يعني القرارات كلها بشكل عام في هذه الفترة لا تخلو من اعتبارات داخلية إسرائيلية، منها الانتخابات ومنها الملاحقة نتنياهو بقضايا الفساد وغير ذلك من القضايا. نعم لا أستبعد ذلك، اليوم الاحتلال الإسرائيلي أو قادة الاحتلال الإسرائيلي الأحزاب المختلفة تهرول لتبني قرارات ومشاريع وأفكار وتصريحات متعلقة بغزة، متعلقة بضم الضفة الغربية، متعلقة بضم المستوطنات، متعلقة بشرعنة المستوطنات، متعلقة بقوانين
إسرائيلية يمكن أن تقر في الكنيسة إذا فاز هذا الحزب أو ذاك. اليوم هناك حلبة تنافس بين الكتل والأحزاب الإسرائيلية المختلفة، وربما يكون هذا القرار في هذا السياق. لكن أقول أن الاستيطان الإسرائيلي هو أيديولوجيا، هو سلوك إسرائيلي دائم، حتى لو لم تكن هذه التطورات الداخلية الإسرائيلية، حتى لو لم تكن موجودة، الاستيطان لم يتوقف، والاستيطان نحو مزيد من التوسع والزيادة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، لأنه قام على فكرة الاستيطان أصلا. نعم، وأمام هذا التعنت الصهيوني ورغبته في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، يرى البعض أن خيار المقاومة رادع. كيف ترى عملية محاولة خطف الجندي الصهيوني اليوم ثم قتله؟ لا شك في أن هذا هو الطريق الوحيد الذي يمكن أن يعيد الحق الفلسطيني، طريق المقاومة والمواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي. العملية البطولية اليوم في اختطاف هذا الجندي الإسرائيلي المتطرف وقتله هي الرد الحقيقي على هذه الإجراءات الإسرائيلية. لا يمكن أن نقابل هذا التغول والاستيطان وسرقة الأرض والحصار والقتل والاعتقال وكل هذه الإجراءات التعسفية الإسرائيلية، لا يمكن أن نقابلها بالورود، لا يمكن أن نقابلها بالمفاوضات، لا يمكن أن نقابلها بالتصريحات والشعارات الفارغة. إنما يجب أن تكون هناك استراتيجية، والاستراتيجية مبنية على المقاومة، على استجماع قوة الشعب الفلسطيني ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي بشتى أنواع المقاومة. هذه المقاومة في الضفة الغربية، لو أطلق اليوم عنان المقاومة في الضفة الغربية لرضخ الاحتلال الإسرائيلي، واستطعنا أن نلجم الاحتلال الإسرائيلي، لأن الضفة الغربية حقيقة لها خصوصية جغرافية معينة، لها خصوصية جيوسياسية معينة. الاحتلال الإسرائيلي إذا رأى أن الضفة الغربية تسور تشتعل في وجه مستوطنيه، في وجه مستوطناته التي هي موجودة في قلب الضفة الغربية، أنا أعتقد الاحتلال الإسرائيلي سيتراجع، والاحتلال الإسرائيلي سيفكر من جديد بالانسحاب. ونتذكر ما حصل عام 2005 حينما أجبر على الانسحاب من مستوطنات قطاع غزة. شكرا جزيلا لكم هشام يعقوب، رئيس قسم الأبحاث والدراسات في مؤسسة القدس الدولية، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة اللبنانية بيروت.